أهلا بكم في سؤال المشاهدين المعنون بفقرة حدث في رمضان، وهو السؤال المخصص لجوائز طاهر السعيدة، إما بجوائز يومية أو حتى بالجائزة الكبرى في نهاية الشهر الكريم والمقدرة بنصف مليون ريال. سؤال حلقة اليوم يقول: في الرابع من شهر رمضان المبارك ارتفع أول لواء في سبيل الله، في أي عام هجري كان ذلك؟ السؤال مرة أخرى: في الرابع من شهر رمضان المبارك ارتفع أول لواء في سبيل الله تعالى، في أي عام هجري كان ذلك؟ وللاشتراك بالمسابقة ما يرجى إلا تكرم بالدخول على الرابط الظاهر أسفل الشاشة واتباع التعليمات الموجودة فيه، وحظا موفقا للجميع.